السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله اليوم سنقوم بحل كتاب الرياضيات المستوى الثاني، ونبدأ بالفصل الأول بالأشكال الرباعية. وبإذن الله سيتم حل جميع التمارين. نبدأ بالتهيئة بحل التمارين التهيئة بالكامل، ثم ننتقل إلى الدرس الأول مباشرة بتمارين تحقيق فهمك. الدرس الأول زوايا المضلع. طبعا في درس زوايا المضلع سيتم حل جميع التمارين، سواء من التحقيق من فهمك أو من التمارين الموجودة أو من المهارات التفكير العليا. وانتهاء بتمارين الدروس القادمة. نعم، هذه مسائل مهارات التفكير العليا سنقوم بحلها بالكامل. طبعا تمارين كثيرة في هذا الكتاب، تدريب على الاختبار والمراجعة التراكمية والاستعداد للدرس اللاحق. ثم سنبدأ بحل التوسع من معمل جداول الإلكترونية لزوايا المضلع، ثم متوازي الأضلاع. درس متوازي الأضلاع سنقوم بكتابة البراهين بشكل عمودي، برهان كامل بإذن الله، وأيضا سيكون هناك برهان حر بحسب المطلوب. أحيانا يكون مطلوب برهان ذا عمودين، وأحيانا يكون مطلوب برهان حر. طبعا بكل بساطة نستطيع إيجاد قيم الأضلاع وقيم الزوايا. فمتوازي أضلاع فيه كل ضلعين متوازيين ومتطابقين، وكل زاويتين متقابلتين متطابقتين. سنجد الآن مسائل مهارات التفكير العليا. بالإضافة إلى حل مسائل المراجعة التراكمية والاستعداد للدرس اللاحق. الآن سنقوم بحل درس تمييز متوازي الأضلاع. طبعا متوازي الأضلاع كما قلنا له ميزات خاصة، وهي فيه كل ضلعين متقابلين متوازيين ومتطابقين، وكل زاويتين متقابلتين متطابقتين. يوجد عدة طرق لمعرفة حل النقاط الممثلة في التحديث البياني، في التمثيل البياني. هي هي متوازي الأضلاع من خلال البعد بين النقطتين ومعرفة أنهم متوازيين أم لا. ومن خلال هذه الميزات نستطيع معرفة قيم X وقيم Y والأضلاع والزوايا. أيضا يوجد برهان عمودين وبرهان حر بحسب الطلب. وسنلاحظ في مسائل مهارات التفكير العليا بإذن الله الحل سيكون شامل. أيضا في تمارين المراجعة التراكمية والاستعداد للدرس اللاحق.
طبعا سنقوم الآن بحل اختبار منتصف الفصل بالكامل بإذن الله تعالى، لننتقل بعد ذلك لحل درس المستطيل. نبدأ كالعادة بحل مسائل تحقق من فهمك الموجودة داخل الدرس، ثم حل جميع التمارين. يتميز المستطيل عن متوازي الأضلاع بأن فيه كل ضلعين متقابلين ومتوازيين، وأن زواياه الأربعة قائمة. طبعا المستطيل هو حالة خاصة من متوازي الأضلاع. متوازي الأضلاع كل زاويتين متقابلتين متطابقتين، أما المستطيل زواياه الأربعة قائمة فهي الزوايا متطابقة. طبعا من خلال هذه المزايا سأقوم بمعرفة وحل جميع التمارين بإيجاد قيم الأضلاع والزوايا، قيمة X وقيمة Y. مسائل مهارات التفكير العليا بالإضافة إلى المراجعة التراكمية والاستعداد للدرس اللاحق. الآن سوف نحل تمارين درس المعين والمربع. طبعا المربع هو حالة خاصة من المستطيل، وفيه كل ضلعين أضلاع جميعها متطابقة وجميع الزوايا قائمة. أما المعين هو حالة خاصة من توازي الأضلاع، حيث أن جميع أضلاعه متطابقة ولكن الزوايا جميعها ليست متطابقة كما في المربع. المربع جميع أضلاعه قائمة، أما المعين ليست جميع زواياه قائمة ولكن في المعين زواياه ليست قائمة. فيه كل زاويتين متقابلتين متطابقتين. إذا المعين حالة خاصة من متوازي الأضلاع، في متوازي الأضلاع كل زاويتين كل ضلعين متقابلين متطابقين، أما في المعين جميع الأضلاع متطابقة. طبعا سنجد البراهين كاملة سواء كان برهان حر أو برهان تعمدين بحسب المطلوب. بإذن الله سنحاول أن يكون الحل واضح تماما. طبعا هناك تمارين مشروحة بالتفصيل، الحل لا مشروح بالتفصيل. هناك تمارين نعطي الإجابة فقط لأنه يوجد عشرات المسائل مثلها محلولة في الكتاب وقمنا بشرحها. أما الدرس الآن هو شبه المنحرف وشكل الطائرة الورقية. شبه المنحرف فيه قاعدتان وفيه ضلعان غير متوازيان، القاعدتان متوازيتان وضلعان غير متوازيان. زوايا كل قاعدة متطابقة. والطائرة الورقية هي حالة خاصة من شبه المنحرف. طبعا هذا للشبه المنحرف المنتظم، أما شبه المنحرف ليس بالضرورة أن يكون زاوية القاعدة متطابقتين.
طبعا تطبيق قوانين شبه المنحرف. بكل بساطة نستطيع حل جميع التمارين. سننتقل الآن لحل مسائل مهارات التفكير العليا والمراجعة التراكمية والاستعداد للدرس اللاحق. طبعا لا يوجد درس لاحق. والآن انتهينا من الفصل الأول، فصل الأشكال الرباعية. لنقوم الآن بحل دليل الدراسة والمراجعة. في هذا الدليل سنقوم بحل كافة أنواع التمارين لما أخذناه في الدروس السابقة من زوايا مضلع ومتوازي الأضلاع وتمييز متوازي الأضلاع والمستطيل والمعين والمربع وشبه المنحرف وشكل الطائرة الورقية. ثم ننتقل لاختبار الفصل أيضا، لنقوم بحل مسائل من جميع الدروس التي قمنا بأخذها سابقا. ثم نقوم بحل اختبار الفصل. بعد حل اختبار الفصل سنقوم بحل الاختبار التراكمي. طبعا هذه مسائل إعداد الاختبارات، أيضا قمنا بحلها بالكامل. ننتقل الآن إلى الدرس التالي وهو التشابه. أيضا بإذن الله درس بسيط جدا، سنبدأ بحل مسائل التهيئة ثم نبدأ بالدرس الأول وهي المضلعات المتشابهة. نستطيع معرفة المضلعات المتشابهة من خلال نسب الأضلاع. إذا كانت نسب الأضلاع متساوية فالأضلاع متشابهة، وإذا كانت الزوايا متطابقة فالأضلاع متشابهة. طبعا بكل بساطة هذا هو القانون، إذا كانت الأضلاع متناسبة فإن المضلعات متشابهة، وإذا كانت الزوايا متطابقة فالمضلعات متشابهة. وسنقوم بحل المسائل على هذا الأساس بالإضافة إلى كتابة البراهين. طبعا هذا الدرس خاص بالمضلعات المتشابهة. الدرس التالي هو عن المثلثات المتشابهة. وهي حالة خاصة من المضلعات. القانون الرئيسي هو نفسه. سنبدأ بحل التحقق من فهمك، معرفة هل كل مثلثين متشابهين أم لا. من خلال القوانين التي لدينا نستطيع معرفة هل الأضلاع أو المثلثات متشابهة أم لا، سواء بتناسب الأضلاع أو بوجود زاويتين وضلع أو بوجود زوايا متطابقة.
نستخدم مثلا فيثاغورس لإيجاد الضلع الناقص لاستكمال البرهان. طبعا هذه برهان ذو عمودين لجميع النظريات المتعلقة بتشابه المثلثات. هذه مسائل مهارات التفكير العليا، ثم المراجعة التراكمية، ثم ننتقل لحل اختبار منتصف الفصل المتعلق بتشابه الأضلاع وتشابه المثلثات. نبدأ الآن بالدرس التالي وهو المستقيمات المتوازية والأجزاء المتناسبة. طبعا من خلال ميل كل مستقيم نستطيع معرفة هل المستقيمات متوازية أم متعامدة. في حال كان ضرب ميلي المستقيمين واحد يكونوا متوازيين، وإذا كان ناقص واحد أو سالب واحد فهما متعامدين. طبعا إذا كان ميل المستقيمات متساويين فالمستقيمات متوازية، وإذا كان ضربهما ناقص واحد فالمستقيمات متعامدة. هذه هي بكل بساطة القانون. القانون يقول الميول ميل المستقيمين متساويين فالمستقيمين متوازيين، وضرب الميلين إذا كان سالب واحد أو ناقص واحد فالمستقيمين متعامدين. سنقوم الآن بحل أسئلة مهارات التفكير العليا. ثم حل المراجعة التراكمية وتمارين الدرس اللاحق. الدرس القادم هو عناصر المثلثات المتشابهة. طبعا كما قلنا في المثلثات المتشابهة تكون الأضلاع متناسبة وتكون الزوايا متطابقة. من خلال هذا القانون نستطيع إيجاد قيمة أي ضلع وأي زاوية، كما سنقوم ببرهان جميع النظريات سواء برهان عن طريق عمودين أو برهان حر. هذا برهان عمودين، سنلاحظ أن بإذن الله يكون البرهان واضح.
الآن سنقوم بحل التوسع للكسريات بتمارين بسيطة بإذن الله وواضحة، ثم ننتقل لحل دليل الدراسة والمراجعة بالكامل. في دليل الدراسة والمراجعة سنجد تمارين عن كل الدروس التي قمنا بحلها من المضلعات المتشابهة والمثلثات المتشابهة والمستقيمات المتوازية والأجزاء المتناسبة وعناصر المثلثات المتشابهة. بعد ذلك سنقوم بحل اختبار الفصل والاختبار التراكمي بالكامل بإذن الله تعالى كما هو واضح الآن في الفيديو. ننتقل بعد ذلك إلى الفصل الثالث وهو التحويلات الهندسية والتماثل. التحويلات الهندسية والتماثل، نبدأ بالتهيئة ثم الانعكاس. أول درس هو درس الانعكاس، سنلاحظ من خلال المحور سنقوم بعمل انعكاس لأي مضلع من خلال هذا المحور كما أننا نشاهده في المرآة. طبعا الانعكاس يكون بحسب محور يتم ذكره من خلال التمرين، مثلا حول مستقيم y يساوي x. طبعا الأمر بسيط جدا، هو عبارة عن رسم فقط، سنلاحظ من خلال التمثيل البياني أيضا الانعكاس بسيط وبالرسم البياني الواضح أمامنا في الحل في الفيديو. سيقوم بإعطائنا إحداثيات المضلع ثم الانعكاس حول المحور بالقيمة y يساوي أو x يساوي. أحيانا يكون الانعكاس حول محور ال y، أحيانا يكون الانعكاس حول محور x نفسه. الآن سنقوم بحل مسائل مهارات التفكير العليا والمراجعة التراكمية والاستعداد للدرس اللاحق. الدرس اللاحق بإذن الله سيكون الإزاحة أو ما يسمى بالانسحاب. طبعا سنبدأ بحل تمارين تحقق من فهمك كما هو واضح. ثم نبدأ بحل التمارين الدرس. طبعا الإزاحة أو الانسحاب يكون وفق مقدار معين، مثل 7 وحدات إلى اليمين أو 5 وحدات إلى اليسار، ويكون أيضا إلى الأعلى وإلى الأسفل، مثل 3 وحدات إلى الأعلى أو 5 وحدات إلى الأسفل. طبعا من خلال إحداثيات الرؤوس المضلعة الموجودة لدينا نستطيع معرفة مقدار الانزياح لكي نستطيع إيجاد المضلع المزاح. فلو كانت الإزاحة إلى اليمين بمقدار مثلا 4، سيكون x زائد 4 الإحداث الجديد،
إذا كان إلى اليسار سيكون سالب 4، إذا كان إلى الأعلى سيكون واي زائد 4، إذا كان إلى الأسفل سيكون واي ناقص 4، وهكذا. بعد ذلك سنقوم بحل معمل الهندسي الدوران بعدة تمارين بسيطة. لنبدأ حل تمارين الدوران، طبعا الدوران يكون حول نقطة. ويكون مقدار الدوران بقيمة زاوية، سواء زاوية 45، زاوية 90، زاوية 180، أو زاوية 360، أو ما بينهما. يكون هنا قيمة محددة للدوران، 90 أو 145 أو 260 كما نلاحظ. هنا حل تمثيلات متعددة هندسيا ثم جبريا وجدوليا بحسب المطلوب. هنا جدوليا وثم رمزيا. تدريب على اختبار ثم مسائل مهارات التفكير العليا والمراجعة التراكمية وسؤال الدرس اللاحق. طبعا بعد الدوران سنقوم بحل اختبار منتصف الفصل. الانعكاس والإزاحة والدوران. فكما قلنا الانعكاس يكون حول محور، والإزاحة بمقدار معين، والدوران حول نقطة. سنلاحظ الآن الاستكشاف من معمل الحاسبة البيانية لتركيب التحويلات الهندسية. بعد حل هذه التمارين سنبدأ بحل تمارين تركيب التحويلات الهندسية. سنبدأ بتحقق من فهمك. تمارين تحقق من فهمك برسومات بيانية بإذن الله ستكون واضحة، ستكون عن الإزاحة والانعكاس والدوران. هل هناك تركيب أم لا يوجد تركيب؟ طبعا سنلاحظ أن لكل تمرين رسم بياني خاص به حتى يكون الفهم واضح بشكل كامل. سنلاحظ هنا انعكاس ودوران مع بعض. طبعا التركيب هو تركيب لأمرين، سواء كان انعكاس وإزاحة أو انعكاس ودوران أو إزاحة ودوران، وأحيانا يكون انعكاس مع إزاحة ودوران بحسب المطلوب. سنلاحظ أن البرهان هنا حر، وقمنا بتقسيمه حتى يكون واضح بشكل كامل. طبعا هذه مسائل مهارات التفكير العليا، ثم المراجعة التراكمية، ثم الاستعداد للدرس اللاحق. سنلاحظ الآن معمل الهندسي بالتبليط. طبعا التبليط أمر مهم جدا للدروس القادمة. ونبدأ بدرس التماثل. هناك
أشكال متماثلة وهناك أشكال غير متماثلة. طبعا الأشكال المتماثلة تكون بحسب الانعكاس، إذا كان هناك انعكاس فهي متماثلة، وإذا كان هناك دوران فهي متماثلة. وأحيانا يكون هناك تماثل أفقي وتماثل عمودي بحسب الشكل. وأيضا هناك رتبة للتماثل، أحيانا يكون 4 أحيانا يكون 5 بحسب الدوران، في حال كانت التماثل دوراني. أما الدرس التالي فهو التمدد. طبعا يكون التمدد بمقدار معين، في حال كان المقدار أقل من 1 يكون التمدد أصغر من الشكل الموجود لدينا، في حال كان التمدد أكبر من 1 قيمة التمدد أو معيار التمدد أو عامل التمدد أكبر من 1 يكون الشكل أكبر من المعطى لدينا. طبعا من خلال عامل التمدد نقوم بضرب الأحداثيات الموجودة لدينا، وأيضا من خلال معامل التمدد نستطيع معرفة مقدار التمدد الموجود لدينا. فلو كان لدينا مثلا مضلع قيمته 2 والمضلع المتمدد 4 يكون عامل التمدد 2، لأن 2 ضرب 2 4 بكل بساطة. سنلاحظ من التمارين الموجودة الآن، في حال كان المضلع المتمدد أصغر يكون قيمة المعامل أصغر من 1، أما إذا كان المضلع المتمدد أكبر تكون قيمة المعامل أكبر من 1 بكل بساطة. طبعا الآن سنبدأ بحل دليل الدراسة والمراجعة للفصل الثالث، فصل التحويلات الهندسية والتماثل. طبعا هنا سنجد جميع التمارين الخاصة بالانعكاس والإزاحة والدوران والتركيب والتماثل والتمدد. طبعا باختصار الانعكاس دائما يكون حول محور، أما الإزاحة تكون بحسب المقدار، وحدات إلى اليمين إلى اليسار إلى الأعلى إلى الأسفل. أما الدوران فيكون حول نقطة بدرجة معينة، والتركيب يكون بحسب التحويلات الهندسية الموجودة سواء بتركيبين انعكاس أو إزاحة، أو إزاحة ودوران، أو انعكاس ودوران بحسب الشكل. وأيضا تجد التمارين عن التماثل، في حال كان التماثل دوراني أو غير دوراني، والتمدد بمقدار قيمة معينة. هنا حل اختبار الفصل، ثم الإعداد الاختبارات، ثم حل الاختبار التراكمي بالكامل لننتهي من الفصل الثالث. الآن سوف ننتقل إلى الفصل الرابع وهو الدائرة. بإذن الله أيضا الدائرة موضوعها جدا بسيط وسهل. سنبدأ بالتهيئة، وقوانين الدائرة هي محيط ومساحة فقط. وفي الدروس المتقدمة سوف نتعرف على القاطع ومماسات ومعادلة الدائرة. أما الآن الدرس الأول وهو الدائرة ومحيطها. محيط الدائرة هو 2πr، r والذي هو نصف القطر. طبعا هذا هو القانون فقط، وسنقوم بحل جميع المسائل على هذا الأساس. محيط
الدائرة 2 بي آر. طبعا بي هو الثابت والذي قيمته 3.14، والآر وهو نصف القطر. هذه حل لمراجعة التراكمية وإسداد الدرس اللاحق. الدرس اللاحق هو قياس الزوايا والأقواس. طبعا مجموع زوايا الدائرة 360. من خلال معرفة باقي الزوايا نستطيع معرفة الزاوية المجهولة. مثلا لو كان لدينا زاوية قياسها 100، سيكون الزاوية المكملة مثلا 260. طبعا وأيضا على هذا الأساس نقوم بحل جميع المسائل. والبرهان ذو عمودين، والتمثيلات متعددة، ومسائل مهارات التفكير العليا، والمراجعة التراكمية، والاستعداد للدرس اللاحق. سننتقل الآن إلى درس الزوايا المحيطية. طبعا هنا مطلوب مننا برهان حر، وفي التمرين التالي هو برهان ذو عمودين. بإذن الله سيكون كل شيء واضح بالفيديو. طبعا يمكنك رفع دقة الفيديو إلى HD في حال كنت تستخدم الجوال، لكي تستطيع مشاهدة الحل بشكل واضح 100%. يتوفر الفيديو بدقة 1080 بيكسل فول HD. ايضا يمكنكم مشاهدته 720 او 384 او 360. طبعا كلها واضحة. في حال كنت تتابع من جهاز الكمبيوتر ف 480 تكون كافية. فالحل كبير وواضح بإذن الله تعالى. سننتقل الآن إلى حل اختبار منتصف الفصل للدروس الأربعة السابقة، ثم حل درس المماسات. طبعا المماس وهو القاطع للدائرة والعمودي على نصف قطرة. طبعا يكون المماس قاطع للدائرة عمودي على نصف قطر الدائرة. ومن خلال هذه الميزات نستطيع إيجاد قيم الأضلاع أو المضلعات الموجودة داخل الدائرة، ومعرفة قيم X وقيم Y وقيم أطوال الأضلاع والزوايا الأضلاع الموجودة داخل الدائرة. وأيضا سنستخدم هذه الميزات في برهان النظريات المطلوبة، سواء النظرية 4.7 والنظرية 4.8. طبعا برهان عمودي أو برهان حر. مسائل مهارات التفكير العليا والمراجعة التراكمية
بالإضافة إلى استعداد الدرس اللاحق. طبعا الآن سنقوم بحل اختبار منتصف الفصل. نعم، قمنا بحل مبدئيا الأقواس والأوتار ثم الزوايا المحيطية، والآن اختبار منتصف الفصل. الآن درس المماسات. المماس كما قلنا يكون عمودي على نصف القطر، يقطع الدائرة في نقطة ويكون عمودي على نصف القطر، نعتذر عن الخطأ. الآن هو حل درس المماسات. الدرس السابق كان الزوايا المحيطية. المماس يكون قاطع للدائرة في نقطة وعمودي على نصف قطر الدائرة من خلال المضلعات الموجودة داخل الدائرة أو خارجها، نستفيد من قوانين المماسات. هنا حل تدريب على اختبار، ثم حل المراجعة التراكمية واستعداد الدرس اللاحق، وهو القاطع والمماس وقياسات الزوايا. سنبدأ بحل تمارين التحقق من فهمك. طبعا لا يمكننا وضع شرح تفصيلي لكل تمرين، فيوجد شرح تفصيلي في الكتاب لتمارين عدة تمارين، أكثر من 4 أو 5 تمارين، وكل شرح يوجد بعده تحقق من فهمك. لذلك نحن نقرأ الشرح لمرة واحدة ثم نقوم بحل جميع التمارين على هذا الأساس. يعني لا أتوقع أنه بحاجة لشرح كل تمرين، فإيجاد الأضلاع أو الزوايا المجهولة كلها بنفس الطريقة مع اختلاف الأعداد فقط. طبعا البرهان يكون بالتفصيلي بشكل تفصيلي كامل وواضح بإذن الله تعالى على قناة البسيط التعليمية. قطع الدرس القادم بعد الانتهاء من هذه التمارين من المراجعة التراكمية واستعداد الدرس اللاحق، سيكون الدرس قطع مستقيمة خاصة في الدائرة. طبعا يوجد قطع مستقيمة خاصة في الدائرة مثل الوتر ونصف القطر والقطر والقاطع للدائرة. طبعا القاطع للدائرة في نقطة يكون اسمه أماس، وقطع الدائرة في نقطتين. إذا كان القاطع يمر من المركز فاسمه وتر. أو يسمى قطر بالكامل، يصل بين محيط بين نقطتين من محيطي من محيط الدائرة. الآن سوف نقوم بحل الاستكشاف بمعمل الحاسب البياني لمعادلة الدائرة. دائما معادلة الدائرة، طبعا هذا حل الاستكشاف. الآن حل معادلة الدائرة. معادلة الدائرة تكون على شكل x مربع زائد y مربع يساوي ثابت. هذا إذا كان المركز هو نقطة الأصل. في حال كان المركز ليس نقطة الأصل، لنفترض A و B، يكون X مربع ناقص X ناقص B ناقص X ناقص A على كل تربيع زائد Y ناقص B على كل تربيع ويساوي ثابت. الثابت هو نصف قطر الدائرة على كل تربيع. فإذا كان قطر الدائرة 5
يكون يساوي 25. إذن الثابت هو مربع نصف القطر. بعد الانتهاء من حل مسائل مهارات التفكير العليا والمراجعة التراكمية والاستعداد للدرس اللاحق، أو لا يوجد درس لاحق، هذا آخر درس في الكتاب. سنقوم الآن بحل دليل الدراسة والمراجعة للدائرة ومحيطها، وقياس الزوايا والأقواس والأوتار والزوايا المحيطية، ودرس المماسات والقاطع والمماس وقياسات الزوايا، وقطع مستقيمة خاصة في الدائرة، ثم حل تمارين معادلة الدائرة. بعد ذلك سنقوم بحل اختبار الفصل بالكامل، وفيه أيضا تمارين متنوعة لجميع الدروس السابقة في الدائرة. ثم تمارين الإعداد للاختبار، وأخيرا الاختبار التراكمي. بإذن الله هذا الحل الكامل كتاب الرياضيات المستوى الثاني بالكامل بإذن الله تعالى. أتمنى أن لا يكون أطلنا عليكم. طبعا هذه كل الشروحات والدروس والحلول خاصة بمنتديات البسيط الدراسية لقناة البسيط التعليمية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.